بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في الدرس الثالث من مادة مقدمة إلى برمجة الحاسب الآلي. في البداية أعتذر عن هذا التأخير الخارج عن قدرتي واستطاعتي. في هذا الدرس سنتحدث عن ثلاث مفاهيم أساسية في لغات البرمجة، سواء لغة البرمجة بايثون أو لغات البرمجة بشكل عام. المفهوم الأول يتعلق بالدوال أو functions. سنرى أمثلة عليها، سنرى قواعد لغة البرمجة بايثون في تعريف الدوال والتعامل مع الدوال. بعد ذلك سنتحدث عن اتخاذ القرارات والوسائل التي تعطينا إياها لغة البرمجة بايثون من أجل اتخاذ القرارات. سنتحدث في البداية عن الـ if statement، الجمل الشرطية، وسنرى أمثلة عليها، كما سنتطرق إلى عمليات المقارنة والعمليات المنطقية التي تقوم بها بايثون. بعد ذلك سننتقل إلى التكرار أو اللوبس. سنرى مثالين عليها باستخدام الوايل لوبس وباستخدام الفور لوبس. في الجزء الأخير من هذا الدرس سنعود إلى التدريب العملي الذي ذكرناه في نهاية الدرس الماضي، سنتحدث عنه قليلا، وسيكون في آخره سؤال أو تدريب للدرس القادم. هذا كل ما سنتحدث عنه في هذا الدرس، وأتمنى لكم مشاهدة ممتعة مليئة بالفائدة. نبدأ بالحديث عن الدوال في لغة البرمجة بايثون.